السلام عليكم. هذا الفيديو هذا خاص بالناس اللي تسجلوا في الموقع ديال تضامن كوفيد بوما باش يستافدوا بديك المساعده اللي عطات لهم الدوله. غادي نحاولوا في هذا الفيديو باش نوريكم كيفاش تستافدوا من يوصلكم داك الميساج. يعني من بعد ما تسجلتوا بزاف ديال الناس وصلهم ميساجات مختلفه. كاين ثلاثه ديال الطرق كيفاش غادي تجبدوا دوك الفلوس هادو. اول حاجه الخوت كاين بالنسبه غادي نبداو بالناس ديال البوادي. الناس ديال البوادي يطلع لهم ميساج بحال هذا غادي يوصلهم واحد الميساج بلي سيروا البنوك التوفيق. وشحال من واحد كيتسالوا شنو هما هاد البنوك التوفيق. بنك متنقل مثلا كيكون داير بحال داكشي ديال كارافان بحال بتي كاميون هكا كيمشي للقرى والبوادي باش يكون قريب لكم حيت عارفينكم واش تقدروا تمشيو حتى للمدينه باش تجبدوا دوك الفلوس وباش ما تخلطوش مع الناس. كيوصلكم واحد الميساج اخر كما هذا اللي كتشوفوا كيقول لك اتصل بعون السلطه. عون السلطه هو المخدم او الشيخ يعني غادي تسول فيه باش يقول لك الاجراءات كيفاش غادي تكون. فوقاش ديك الكارافان غادي يجي للجهه ديالكم المنطقه ديالكم باش تمشيو تسحبوا الاموال ديالكم. داك الكود هذاك احتفظوا به. وعلاش درت هذا الفيديو في هذا النهار بالضبط؟ اليوم 23 شهر افريل 2020 نهار الخميس، حيت اليوم غادي يبداو يوصلوكم الميساجات. اليوم راه بداو كيفوتوا الميساجات للناس غادي يبداو يستافدوا بدوك الفلوس هذوك ديال ضمان كوفيد بوان كوم. يعني كنهضروا على ضمان كوفيد بوان كوم في هذا الفيديو هذا. وكاين النوع الثاني الطريقه ديال الخلاص الثانيه اللي غادي توصل بزاف ديال الناس. هذه ابار ما غاديش تكون الناس اللي في البوادي اللي ساكنين في البوادي، تكون في الناس اللي في المدينه. غادي يوصلهم واحد الكود. واحد الكود هذاك هو الرقم كيقول لك سير للشي بنك. يعني غادي تمشي للشباك الاوتوماتيكي كما تلاحظوا معنا الان. غادي نمشيو للكيشي كنمشي لغه اخرى الظهربيه ونديرو سحب بدون بطاقه. صافي غادي يعطينا واحد البلاصه ندخلوا فيها واحد الكود. هذاك الكود اللي وصلكم في التليفون غادي تكتبوه في هذه البلاصه هذه اللي كتشوفوا. وفي نفس الوقت غادي نختاروا اخر اربع نوامر من الكارت ناسيونال ديالنا نزيدوهم على داك الكود. مثلا انا عندي اف ا 1 2 3 4 5 داك النمره نعمرها في ديك البلاصه وندير 2 3 4 5 يعني اربعه نوامر توالف. حيت كاين بعض الناس اللي عندهم غير ثلاثه نوامر ولا جوج نوامر في لاكارت ناسيونال. مثلا اف ا 1 2 3 غادي تزيدوا الاصفار ديما في اليمين 1 2 3 0 ونزيدهم مور دوك النوامر اللي وصلوني في الميساج. الا كتبوا لك هما مثلا الشركه العامه وانت مشيت للبنك الشعبي راه ما غاديش تقدر تخلص. يعني ضروري خصك تمشي لديك اللي كتبوا لك في الميساج ودي معك داك الكود وتسحب داكشي بوحدك. الطريقه الثالثه هي انهم غادي يصيفطوا لك الميساج وغادي يقول لك سير ضمان كاش ولا شعبي كاش ولا وفا كاش ولا شي حاجه بهادو. هادو ضروري خصك دير معك البطاقه ديالك لاكارت ناسيونال وداك الكود. ومن الاحسن ديما ديو معكم التليفون اللي وصلكم فيه الكود. من الاحسن يمشي هو ولا ما قدرش يدي لاكارت ناسيونال ديالو ما يثبت القرابه بينك وبينه باللي راه ما يقدرش يجي وغادي يتساعدوا معكم ان شاء الله. بالنسبه لشي ناس كانوا داروا الريب يعني داروا باش يوصلوهم دوك الفلوس في الحساب ديالهم الشخصي وغادي يلقاو الفلوس ناقصين. هذوك الفلوس اللي تلقاهم ناقصين راه الحساب ماشي هما صيفطوهم لكم ناقصين. الحساب اللي كنتو حليتو كانوا كيسالوا لكم شي حاجه شي اقتطاعات ولا مده ما خدمتوهش ولا هذاك هو المشكل. يعني الفلوس اللي كانت تجيك 800 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم راه صيفطوها لك كامله. وبالنسبه للناس اللي باقيين مقلقين يقول لك اودي راني تسجلت مازال ما وصلنيش ميساجات. الميساجات يلاه بداو عاد كيجيو شويه بشويه. يعني غير استنى الا كانت موفره فيك الشروط ان شاء الله غادي يوصلكم الميساج وتمشيو حتى نتوما تشدوا فلوسكم. واحد الملاحظه مهمه بغيت نقولها خارجه على الموضوع اللي هي بزاف ديال الناس كيجيو في هذه الفتره هذه وكيبقاو في فيسبوك ولا في الهضره في السنقه ولا كيعلقوا على هذه المساله ديال الفلوس ديال تضامن ولا ديال راميد ولا ديال كورونا بصفه عامه وكيبقاو يستهزئوا ولا هذا نقدر تجيبوها في راسكم. وشحال من واحد بالزعقه قال الهضره غير صاحبو هكا في واتساب ولا مشاو ضربوه بشهر ولا بشهرين ديال الحبس حيت هادشي ما بقاش فيه لا يعني اللي يضحك في هاد الحوايج هادو. ولا مثلا انت كنت مشى للزنقه وتقول له راه ما كان لا مساعده لا فلوس لا والو راهم يكذبوا علينا. هاد الهضره هادي تقدر توصلك لشي عقوبه حبسيه. يعني هذه هي نصيحه انا قلتها انا لا علاقه ليا بالموضوع. يعني قلتها لكم نتوما خوتي خواتاتي اللي كيسمعوني ما بغيتش شي واحد فيكم يتعرض لشي حاجه ماشي هي هذه. بزاف ديال الناس ما لقاوش باش يصرفوا راه جاي العواشر جاي رمضان وراه مقلقين ولكن ما عندنا ما نديروا غير شويه ديال الصبر. واللي صيفط شي ميساج غير يستنى ان شاء الله غادي يوصلوا الكود باش يمشي يجيب ديك البركه ديالو. راه كيصيفطوا شويه بشويه باش ما يوقعش حتى شويه ديال الخلط والازدحام في البنكات وفي الوكالات. لذلك شويه ديال الصبر وان شاء الله كلشي غادي يستافد. حاولت هذا الفيديو يكون خفيف ظريف. هذه هي الطريقه يعني بلا ما نطول عليكم ولا تكثر الهضره بزاف. كان معكم مستر كندير. نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم. وما ننساش نقول لكم رمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكه. نتمنى يدخل عليكم بالخير.